بعد مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة مروع، تكثر التساؤلات: ما هو مصير المجموعة شبه العسكرية المثيرة للجدل؟ ومن سيكون خليفة بريغوجين؟ كل الأنظار تتجه نحو الجنرال أندري تروشيف المقرب من سيد الكرملين، فمن هو؟ سيدوي أو ذو الشعر الرمادي هو الاسم الحركي لأندري تروشيف، جنرال متقاعد وأبرز قادة فاغنر. ولد تروشيف في سان بطرسبورغ في 5 أبريل عام 1962 وفقاً لمصادر روسية. حارب تروشيف في أفغانستان خلال حرب الاتحاد السوفيتي التي استمرت 10 سنوات هناك، وخدم في شمال القوقاز مع الجيش الروسي بحرب الشيشان. حصل على وسام النجمة الحمراء مرتين، وهو أعلى وسام فخري لمن يقدمون دوراً بارزاً في القتال بشجاعة ونجاح على أرض المعارك بشكل يساهم في إنجاح القوات السوفيتية ويكبد الأعداء خسائر فادحة. ذو الشعر الرمادي هو أيضاً قائد وحدة سابق في مفرزة الاستجابة السريعة الخاصة، عمل مقدماً في وزارة الشؤون الداخلية الروسية، وكان جهة الاتصال الرئيسية بين بريغوجين ووزارة الدفاع الروسية، ولطالما كان مقرباً من الرئيس بوتين. وصف الاتحاد الأوروبي في وثيقة صادرة عام 2021 تروشيف بأنه المدير التنفيذي لمجموعة فاغنر وأحد الأعضاء المؤسسين لها. وقال الاتحاد الأوروبي في حينها إن أندري تروشيف متورط بشكل مباشر في العمليات العسكرية لفاغنر في سوريا، وكان منخرطا بشكل خاص في منطقة دير الزور. وحصل تروشيف على أعلى ميدالية روسية، وهي بطل روسيا عام 2016، لبسالته ونجاحه في اقتحام مدينة تدمر في سوريا ضد مقاتلين لتنظيم داعش. يقول مراقبون بأن سيدوي هو الأوفر حظاً لقيادة فاغنر، خاصة أن بوتين قالها علانية لصحيفة كوميرسانت الروسية حين عرض على بريغوجين بعد محاولة التمرد الفاشلة عدة عروض لمتابعة العمل تحت غطاء وزارة الدفاع وتعيين أندري تروشيف على رأس فاغنر، لكن بريغوجين رفض الفكرة بشدة آنذاك. فهل سيكون ذو الشعر الرمادي قائد فاغنر الجديد؟